اعتقد الوضع اللي تعيشه الكره العراقيه هو وضع واقعي، يعني لانه اعتقد هنالك مو حل حلا، بما انه في فتره انتقاليه للمنتخب العراقي، خصوصا الجيل 2007 بدا يعني نفقده طبعا واحد بعد الاخر، واعتقد آن الاوان لان نبدا صفحه جديده ونعد فريق انا وجهة نظري يجب ان يكون بمواصفات جيده. احنا عندنا قاعده، هم ابناء البلد، اضطرتهم الظروف يعني يطلعون خارج العراق. اي لاعب يقدر يعمل اضافه على مستوى عالي للمنتخبات الوطنيه اهلا وسهلا به، جميع المنتخبات، طبعا هذا كلام الاتحاد مو كلامي، حتى على مستوى منتخب الناشئين وشباب واولمبي ووطني. فاحنا ما عندنا ضير انه نختار بعض اللاعبين ونشوفهم ونقارنهم بعض اللاعبين، فهذه سوف تستمر طبعا، لكن لا بها مجامله ولا نعتمد على قول سين او صاد او احد الاشخاص يعني يسوي اعلان او اشهار او يضيف معلومه له. فاعتقد خلينا نقول على التجربه الواقعيه امام النظر وزجه في مباريات هي المقياس الحقيقي لهذه المجموعه من اللاعبين. أنا وجهة نظري أنه أنت يجب أن تفكر تأخذ نقاط من الفرق اللي تستطيع تأخذ من عدتها، يعني أنت مثلا في مخيلتك تستطيع تأخذ من تايلند أو الإمارات أو السعودية، أخذ النقاط مع الفرق الأخرى، لأن راح يصير تقاطعات كثيرة بين الفرق وتفقد كثير من النقاط. فأنا أعتقد في لكل مباراة إلى أسلوبه وإلى استراتيجيته، لكنه تقول لي راح أخذ من هاي الفريق أو ما أخذ من الفريق، لا. أنا أعتقد وجهة نظري أنه الآن النقاط كلها في الملعب، ويجب ان تتعامل مع هذا. انا كثير من الناس اسمعهم انه اكو يأس، اكو عدم تفاؤل. انا وجهه نظري صح احنا فريقنا ما انطى انطباع جيد بالتصفيات الاوليه وخلانا في الترتيب الاخير، احنا الان في الترتيب الاخير حتى تايلند فوقنا، لكن اعتقد بما انه هنالك فرصه والنقاط موجوده، اعتقد تحتاج الى انه نزرع الثقه في اللاعبين ونعطيهم اعداد جيد ونحفزهم حتى نستطيع انه نحصل على النقاط. أنا أعتقد الكرة السعودية صار لها فترة زمنية بين متراوح متذبذبة حقيقة على مستوى المنتخب الوطني، والدليل على ذلك صار لهم تقريبا أكثر من 3 دورات ما صعدوا إلى كأس العالم، هذا دليل واضح طبعا له. اكو تراجع طبعا، لكن وجهة نظري بما أن هنالك استقرار إذن هناك خطة عمل، خطة عمل قصيرة أو متوسطة فموجودة، الاستقرار وين يصير؟ الكادر التدريب. فأنا أعتقد الكرة السعودية الآن بدأت نوعا ما تعيد أو تعود إلى وضعها الطبيعي، لكن أعتقد أمامها طويل وقت طويل في سبيل تعود إلى سابق عهده، سابق العهد السعودي فريق يعني فريق محترم، فريق صعب جدا، فقد ألقى الفترة الماضية، بس أعتقد أني بما أن هناك دوري قوي بالنسبة للسعودية، أعتقد يستطيع أنه المنتخب مالتهم يعود. أولا لا يمكن أن الفريق يقف على لاعب واحد، هاي خليه في نظر الاعتبار. وإذا تسألني أنا ما أريد أجرح طبعا لاعب صراحة، لأنه أنت بالتصفيات الأخيرة هي تصفيات ضعيفة، ما كان عندنا تهديف جيد. يونس بالدوري العراقي اللي يعتبر هو بالنسبة لدوريات أخرى هو ضعيف، ما كان عنده بصمة تهديف واضحة. إذا احنا نعاني من شنو؟ من هداف. فإذا يجب أن تعطي فرصة للاعبين آخرين. كل احترام وتقدير للأخ يونس محمود قدم ما عليه، بس أنا أعتقد وجهة نظري يجب أن نعطي فرصة للاعبين آخرين. بالتالي يجب ان يقف الجميع مع المنتخب العراقي، مع اللاعب العراقي ايا كان الموجودين، لان انا اعتقد نحتاج ما كانت النتائج. وانا وجهه نظري اذا تسالني المستوى اللي يقدم الفريق بالتصفيات، الكثير من الناس ما كانت متفائله طبعا بالمنتخب العراقي، بس انا وجهه نظري ان المنتخب العراقي اذا توفرت له عناصر الاعداد وظهر بمستوى جيد بمباراه تجريبيه، يجب ان يظهر بصوره طيبه بالتصفيات.